المادة المعجزة الوحيدة اللي بتأخر عندك علامات الشيخوخة، بتكافح أمراض التجاعيد والشيخوخة، بتدي نضارة وحيوية للبشرة، كمان بتقوي عندك الأعصاب، بتقوي عندك النظر، بتطرد السموم من الجسم، بتحمي الجسم من التأكسد، وبالتالي بتساعد على طرد السموم من الجسم، وبتديك مناعة وبتديك نشاط وحيوية طول اليوم. المادة دي يا جماعة هي اسمها كده العلمي مضادات الأكسدة. يعني أنت أول ما حضرتك تسمع كلمة مضادات الأكسدة أعرف إن هي بتديك كل الفوائد اللي أنا قلت عليها. طب المادة دي هناخدها عن طريق إيه؟ هناخدها عن طريق بعض الفيتامينات والمعادن وبعض الأطعمة. تمام؟ أنا اللي يهمني في حالة النهاردة، يعني بعيدا عن المكملات الغذائية، هي الأطعمة، لأن الأطعمة دي متوفرة في كل بيت وملهاش أي مضاعفات جانبية، وكمان يعني في متناول الجميع. يمكن بعض المكملات الغذائية بيكون لها دواعي معينة أو لازم تؤخذ تحت استشارة الطبيب المعالج وتتاخد جرعات معينة. طيب عندنا بقى في 4 فيتامينات ومعادن مهمين جدا، ودول بيشتغلوا كمضادات أكسدة. أول فيتامين فيهم وأهم فيتامين يا جماعة هو المايسترو بتاع مضادات الأكسدة، وهو فيتامين سي. فيتامين سي ده أهم فيتامين، بيحمل يعني بيشتغل كمضاد للأكسدة. الفيتامين ده موجود في الحمضيات. الحمضيات يا جماعة زي إيه؟ عندنا البرتقال واليوسفي والجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل، كلهم دول بيحملوا فيتامين سي بكميات عالية. يبقى ده أول فيتامين وأهم فيتامين بيشتغل كمضاد للأكسدة. ولو حبيت تاخد مكمل غذائي يحتوي على فيتامين سي لازم تستشير الطبيب المعالج. أنا يفضل تشرب كوباية عصير ليمون كل يوم، وياريت كمان تشربه بشفاطة عشان الليمون ممكن يأثر عندك على المينا بتاعت الأسنان، ولو عندك حرقان في المعدة فبلاش منه. لكن هو لو مش عامل لك أي مشاكل يفضل تشرب عصير ليمون كل يوم أو يوم بعد يوم، هيديك كل الفوائد اللي أنا قلت عليها. يبقى ده أول فيتامين. تاني فيتامين، فيتامين إي، حتى إحنا بنسميه فيتامين الجمال، لأنه مهم جدا لنضارة البشرة، بيعالج أو بيأخر التجاعيد، بيحارب الشيخوخة، كمان مهم جدا في علاج الهالات السوداء، كمان بيديك مناعة لو أنت بيجيلك أدوار برد كتير، نزلات شعبية كتير، التهابات رئوية كتير. فيتامين إي فيتامين يعني مهم جدا، بيرفع مناعتك جدا، وكمان مفيد جدا للقلب. فيتامين اي بيزود الاكسجين اللي راح للقلب وبيقلل الدهون الضارة على القلب. عشان كده فيتامين اي من الفيتامينات المهمة جدا لصحة القلب والجلد والبشرة والشعر، وكمان بيحمي الجسم من التأكسد. عشان كده فيتامين اي فيتامين مهم جدا. ممكن ناخد عن طريق الأطعمة. أكتر طعام بيحتوي على فيتامين اي عندنا يا جماعة زيت الزيتون، حاول تضيف معلقة واحدة من زيت الزيتون البكر ممتاز على طبق سلطة. وكمان عندنا زيت جنين القمح بيحتوي على نسبة محترمة من فيتامين اي، وعندنا الزبدة البلدي، وعندنا كمان ثمرة الافوكادو، عندنا برضو المكسرات، ده كله بيحتوي على فيتامين اي بنسبة محترمة. ولو هتجيب كبسولات كمكمل غذائي يحتوي على فيتامين اي، خدها بجرعة من 200 ل 400 مللي جرام كل يوم، خد لمدة شهرين، واقعد شهرين ما تاخدش فيتامين اي، وبعد كده ارجع تاني استعمله لمدة شهرين. فيتامين اي من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، ما ينفعش تستمر عليه لفترة طويلة، امشي عليه لمدة شهرين وشهرين لا، بعد كده خده او استمر عليه لمدة شهرين كمان. تالت مادة مهمة جدا ومن المواد المهمة جدا اللي بتشتغل كمضادة للأكسدة هو الجلوتاسيون. الجلوتاسيون يا جماعة ده بيساعد الكبد ان هو بيتخلص من السموم، بيساعد الجسم ان هو بيطرد ايه؟ السموم والشوارد الحرة. الجلوتاسيون ممكن ناخده عن طريق الخضروات الورقية الخضراء او الثوم والبصل. الخضروات الورقية الخضراء زي البقدونس، الخس، الجرجير، البروكلي، عصير الكرنب، كلهم دول بيحتوي على الجلوتاسيون. الجلوتاسيون يعتبر اكتر حاجه مفيده للكبد، ده بيساعد الكبد ان هو بيتخلص من السموم. ماده مهمه جدا بترفع مناعه جدا، ان هو بيشتغل كمضاد للاكسده، وكمان هو ممكن يحمي من الشيب المبكر. شوف يا جماعه، اي ماده مضاده للاكسده بتساعد في التخلص وبتحمي من الشيب المبكر،
وبتعالج تجاعيد البشرة أو بتأخر عندك علامات الشيخوخة. فعشان كده حاول تتناول الخضروات الورقية الخضراء بشكل يومي أو شبه يومي. كمان عندنا السيلينيوم. السيلينيوم يا جماعة معدن مهم جدا، بيعتبر يعني من أقوى المعادن اللي هي مضادة للأكسدة. السيلينيوم موجود يا جماعة في الكبدة، في اللحوم الحمراء، في البيض، في الأسماك، كل ده بيحتوي على سيلينيوم بكميات عالية. وممكن ناخد مكمل غذائي يحتوي على سيلينيوم، في مكمل اسمه سيلينيوم اي سي اي، بيحتوي على سيلينيوم وبيحتوي على فيتامين ألف وفيتامين سي وفيتامين اي، بناخد قرص واحد كل يوم. حتى اغلب دكاترة الرمد العيون بيحبوا يكتبوا المنتج ده، لان هو طبعا بيحتوي على كل مضادات الأكسدة المفيدة للعين، بتحمي العين من الجذور الحرة، من التأكسد، وكمان بتحمي العين من العتامة. عشان كده حاول تتناول كل الفيتامينات والمعادن اللي انا قلت عليها. انا بالنسبة لي يفضل تمشي على الأطعمة اللي هقولك عليها دلوقتي، كلهم بيحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي قلت عليهم، وكلهم بيشتغلوا كمضادات للأكسدة. اول حاجة الخضروات الورقية الخضراء اللي تحتوي على جلوتاثيون وبتحتوي على مضادات أكسدة بكميات عالية، ده رقم واحد. رقم اتنين عندنا كمان المكسرات يا جماعة. المكسرات تحتوي على مضادات أكسدة، تحتوي على دهون صحية وبترفع المناعة جدا، زي عندنا الجوز واللوز والبندق، وكمان بيحتوي على فيتامين اي. تالت حاجة زيت الزيتون، إنه بيحتوي على فيتامين اي. رابع حاجة الأسماك الدهنية بتحتوي على مضادات الأكسدة. خامس حاجة عندنا يا جماعة عصير الجزر بالبرتقال، بيحتوي على فيتامين ألف وفيتامين سي، ويفضل نشربه بشكل أسبوعي. يعني حاول مرة كده كل أسبوع، كل 10 أيام تشرب عصير الجزر بالبرتقال، لأنه بيحتوي على كم كبير جدا من مضادات الأكسدة. الطعام اللي بعد كده التوم. بس التوم يا جماعة لو أنت عندك حموضة في المعدة بلاش منه، ويفضل تاكل التوم المتقطع، ما ينفعش تجيب فص التوم وتبلعه على طول، لا قطعه وسيبه كده 10 دقايق كده في الجو عشان مادة الأليسين بتاعته تتفاعل وتشتغل، وبعد كده يبلعه. يفضل تاخده بعد الأكل، لكن هو لو عمل لك حموضة وعمل لك حرقان في المعدة فبلاش منه. كمان مشكلة التوم إنه بيدي رائحة كريهة في الفم يعني. والتوم يا جماعة من أقوى مضادات الأكسدة، وكمان هو بيكافح أمراض الشيخوخة وبيقلل عندك الدهون الضارة، عشان كده هو مفيد جدا لمرضى الضغط، إن هو ممكن يقلل الضغط. عشان كده التوم من الحاجات الطبيعية المفيدة، لكن عيبه إنه بيعمل حموضة في المعدة، يعمل حرقان في المعدة، يعمل رائحة فم كريهة. عشان كده لو عامل لك الأعراض دي يعني بلاش منه، يعني اتناول بقى إيه الأطعمة. كمان عندنا القهوة اللي هو الكافيين، تحتوي على مضادات الأكسدة، لكن يفضل تشرب كوب أو فنجانين قهوة كل يوم، ما تزودش عن كده، ويفضل كمان تشربها بالنهار بلاش بالليل. القهوة لو شربتها بالليل ممكن تعمل لك قلق وأرق وقلة نوم، خلي بالكم يعني. وكمان لو أنت مريض ضغط بلاش من القهوة، لو أنت حامل بلاش من القهوة، لو أنت مريض عندك أمراض في القلب يفضل استشارة الطبيب قبل ما تتناول القهوة. كمان من الحاجات اللي بتشتغل كمضادة للأكسدة هو الشاي الأخضر، يفضل تتناول كوبين أو 3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم، مفيد جدا، وخصوصا لو أنت عندك كرش وعندك ترهلات. الشاي الأخضر بيساعد في إنقاص الوزن لو أنت مشيت على نظام غذائي صحي، تمام؟ الشاي الأخضر يا جماعة من الحاجات المفيدة جدا اللي بترفع المناعة، بتحسن المزاج، بتقلل دهون الضارة، لأن هو بيحتوي على مضادات أكسدة بكميات عالية. كمان من الأطعمة المهمة جدا وهو يا جماعة التوتيات، زي عندنا التوت الأزرق، الأحمر، الأسود، الفراولة، دي كلها يا جماعة مجموعة اسمها التوتيات. التوتيات يا جماعة دي بتحتوي على مضادات أكسدة وبتحتوي على فيتامين سي، والاتنين دول بيدوك كل الفوائد اللي أنا قلت عليها في أول الحلقة. وفي عندنا بعض الأطعمة بتشتغل كمضاد للأكسدة، زي عندنا الشوكولاتة الداكنة بشرط نسبة الكاكاو بتاعتها تكون أكتر من 70%، وتحاول ما تناولش منها كميات عاليه، لان هي ممكن ترفع عندك السعرات الحراريه، ممكن تزود عندك الجلوكوز في الدم، يعني ممكن تجيب لك السكر لو انت تناولتها بكميات عاليه، تناولها بكميات محدوده. كمان عندنا الكركم بيحتوي على مضادات التهابات ومضادات الاكسده. كمان عندنا ماده مهمه جدا اسمها الالفا لايبويك اسيد، دي ماده مضاده جدا للاكسده، ماده اسمها الفا لايبويك اسيد. عشان كده اكتر حد بيستفيد منها اللي هو عنده التهاب في الاعصاب، اي حد عنده رعشة في الايدين، تنميل في الايدين، عنده ضعف والم والتهابات في الاعصاب، ماده الالفا لايبوليك اسيد من المواد القويه جدا اللي بتقوي الاعصاب.
بناخدها قبل الاكل وتؤخذ تحت اشراف الطبيب. انت بتروح تشتريها عباره عن اقراص بتشتريها من الصيدليه، في منها تركيزين، في تركيز 300 مللي جرام وفي منها تركيز 600 مللي جرام، بتؤخذ بجرعات معينه لحالات معينه، وفي اشخاص ممنوعين ان هم يتناولوا الماده دي، زي واحد عنده حساسيه من الماده دي ما ينفعش ان هو ايه يتناولها. لكن خلي بالك الماده دي ماده قويه جدا، يعني طبعا من اقوى المواد المضاده للاكسده، والميزه الثانيه اللي فيها زي ما قلت ان هي قويه جدا للاعصاب، ماده الالفا ليبويك اسيد، وكنت اتكلمت عنها قبل كده كتير. دول يا جماعه كانوا اهم المواد اللي بيشتغلوا كمضادات الاكسده. انا افضل تتناول الفيتامينات والمعادن عن طريق الاكلات اللي انا قلت عليها. الاطعمه دي تحتوي على مضادات الاكسده اللي هي بتديك كل الفوائد اللي انا قلت عليها من شويه. حاله النهارده كانت حاله قويه، انشروها واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.